خوتي خواتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ابي طونجي، بناء على طلب بزاف ديال المتتبعين ديالها، جبت لكم شقه قريبه للسونتر فيل بالثمن اللي نتوما طالبينه. هاد الشقه هذه راها جات مجمع زموري 3، المجمع الغني عن التعريف اللي تباعوا لنا الشقق اللي كانوا فيه مؤخرا كاملين. هاد الشقة فيها 6 مترو، بس في الإيطاج الأولاني، كتباع خاوية وبالحق تقدر يبقى هاد الصالون إذا عجبكم. دابا من بعد ما ديطينا لكم موقع، أجي نشوفو الصالة ديال الصالون ديالنا. الصالون دي تبارك الله كبير وواسع، داير بستادر وركتارة ديالو طابلة وجوج ديال الميسيتات. وكيف ما قلت لكم راه هاد لابارتمون كتباع خاوية بلا فراش. مي هاد الصالون اذا عجبكم وبغيتيو تخليوه، حيت الفصاله ديالو جات على لابار ديال الصالون، ممكن انكم تواصلوا معنا ونشوفوا لكم معامل الشقه اذا بغا يخلي لكم والثمن اللي غادي تساهموا فيه. الصالون راه تبارك الله واسع كبير، الضاوي كيطلل على الشارع ديال المجمع، كامل مصبوغ بهاد الصباغه ديال الخيال. ومن الاصلاحات اللي دخلوا في الشقه انهم عملوا هاد الزليج، هذا راه زليج كيعطيكم طباع انه حجر، حق هذا راه ماشي حجر، هذا زليج. عملوا هنايا غزال وعملوا هاد التقويصه هذه ديال الكوبس، يعني لابارتمون راها مصلوحه 100%، ما بقاتش نهائيا كيف ما جات من عند الشركه. ابارتمون المساحه ديالها معتبره، الموقع ديالها غزال، والصاله ديالها كيفما شفتوها معانا راها رائعه. هنايا الدخله ديالنا حتى هي راها مقبصه، هنايا كاين وسط الدار اللي تقدروا تعملوا صاله مونجي بالكراسي ديالها، تقدروا تعملوا كونسولات صبابط كيف ما عامل مول الشقه. يعني هاد الاسباس هذا راه عندكم هنايا كبير، تقدروا تستغلوه كيف ما بغيتوا، ولا بارتمون كيف ما بغيتوا نتوما. بروميير ايطاج فقط، ما كاينينش الدروج بزاف، قريبه لفالوري، قريبه لوسط المدينه، 60 مترو جات في الزموري 3. من الاصلاحات اللي دخلوا انهم عملوا هذا القوس هذا عاود مع الدخله ديال الكولوار اللي كيجمع جوج بيوت النعاس، الحمام والكوزينه. اجي نشوفوا دابا الشومبر الاولى اللي كاينه، المساحه ديالها والفراش اللي فيها. كيف ما قلت لكم لابارتمون كتباع خاويه. المساحه ديال الشق ديال الغرفه ديالنا عفوا هي هذه. هنايا مالين لابارتمون اختاروا انهم يعملوها شومبر ديال البيت الكلاس، تقدروا نتوما تعملوها شومبر رئيسيه، تعملوها شومبر ديال الوليدات، يعني لكم حريه الاختيار. بعد كاين مقطع ديال التلفازه اللي صورت لكم فاتي، يعني شومبر المساحه ديالها كافيه ومعتبره انكم تفرشوها كيف ما بغيتوا. من بعد ما شفنا الشومبر الاولى ديالنا، غندخلوا نشوفوا الكوزينه اللي من الاصلاحات اللي دخل انه حيد ليها الباب، عمل ليها هاد التقويصه هذه، يعني وخلى ليها غير رواق. بحال هكا كتبقى الكوزينه دائما مفوجه ومبرده، وكتبقى مساحه اللي كبيره هنايا. الكوزينه المساحه ديالها هي غتصورها لنا فاتي، كوزينه كبيره تبارك الله، خدات مساحه معتبره من الشقه، يعني عندكم فين تعملوا الماتيريال وعندكم فين تحطوا الباكاج ديال الكوزينه. وهنايا كاين البالكون اللي هما اختاروا انهم يعملوا فيه لانستالاسيون ديال شوفو، لانستالاسيون ديال ماكينه التصبيط، وحتى هو عنده الطاقه اللي كتطلع على وسط المجمع ديال الزموري 3. بالنسبه للناس، نعاود نذكركم اللي ما كيعرفوش الزموري 3 فين جا، جا قريب لاسواق السلام، قريب المرجان، قريب القريه الرياضيه اللي غادي تدشن جديده هنايا، قريب الملعب ديال الكره، قريب لكم شارع مولاي رشيد، قريب لكم فافلوري، ومعالي تشينال هانتي وصلتي لايبيريا، وصلتي للسونتر في ابارتمون اللي كتبقى قريبه لوسط مدينه طنجه، والثمن ديالها همزه غادي يعجبكم، فسارعوا الاتصال قبل ما يطيروا بها. دابا غندخلوا نشوفوا الحمام ديالنا، بلاتي غنشعل لكم الضو. الحمام ديالنا المساحه ديالو هي هذه، فيها لافابو سيباري على الدوتشا اللي عمل انها سيباراسيون ديال الالومنيوم وزاج، يعني المساحه ديال الحمام راها معتبره وكافيه للاستغلال. والشقه للثمن ديالها همزه، قريبه لوسط المدينه طنجه، قريب لكم المطار بالنسبه للناس الخارج اللي غادي يبغيو يجيو ياخذوها يصيفوا فيها، قريب لكم اشقر البحر سيدي قاسم، قريبه لكم فافلوري ايبيريا، راها قريبه لوسط مدينه طنجه. دابا غندخلوا باش نشوفوا
نشوفوا الشومبر الثانيه اللي بيت النعاس الثاني اللي عندنا اللي المساحه ديالو كبيره تبارك الله، هزا كامه ديال جوج الناس بالكونه ديال العائل، وحتى هي كطل على الشارع ديال وسط المجمع اللي مجمع كبير هنايا فيه جميع المرافق العموميه الخاصه بالاستغلال، يعني تبغيو بقاق الحماحم تبغيو لي فارماسي سوبر مارشي كلشي متوفر حداكم هنا. هاد لا شومبر كيف ما وراتكم فاتيره ديجا عندها الماريو الخاص بها، هذا كيبقى، وكيف ما قلت لكم لابارتمون راه كتباع خاويه، ابارتمون اللي المساحه ديالها 60 متر قريبه لوسط المدينه، قريبه لجوج ديال لي سوبر مارشي مرجان واسواق سلام، قريب لكم ملعب الكره، قريب لكم القريه الرياضيه، قريب لكم الكليات ان سي جي لي فيستي لي ستيا، يعني حتى دابا تقريو وليداتكم هنايا او لا بغيتو تستغلوا هالكره راه قريبه للمرافق ديال الكليات، قريبه لجوج البحوره سيدي قاسم واشقار، قريبه لكم المطار نهار اليوم تجيو من الخارج تلقاو الشقه قريبه لكم المطار، وقريبه للسونتر فيل او ميم طون، والثمن ديالها معتبر، قريبه لوسط المدينه، قريبه لجوج ديال لي سوبر مارشي مرجان واسواق سلام، قريب لكم ملعب الكره، قريب لكم القريه الرياضيه، قريب لكم الكليات ان سي جي لي فيستي لي ستيا، يعني حتى دابا تقريو وليداتكم هنايا او لا بغيتو تستغلوا هالكره راه قريبه للمرافق ديال الكليات، قريبه لجوج البحوره سيدي قاسم واشقار، قريبه لكم المطار نهار اليوم تجيو من الخارج تلقاو الشقه قريبه لكم المطار، وقريبه للسونتر فيل او ميم طون، والثمن ديالها معتبر. هاد لابارتمون فيها 60 متر، في الايطاج الاولاني كتباع خاويه بلا فراش، بحق كتباع مصلوحه اصلاحات ديال 2023 2024. الصالون ديالنا اذا عجبكم بغيتو تخليوه كيمكن لنا نتفاهموا مع مول الدار اذا بغيتو تخليوه هذا الصالون، هذا الثمن ديال هاد الشقه هذه 47 مليون سنتيم فقط، وكيف جاكم ثمن همزه ولا ماشي همزه باغابوغ انها قريبه لهاد المرافق كامله، قريبه للمرافق السياحيه، قريبه للمرافق ديال الكليات، وقريبه لوسط مدينه طنجه. الثمن ديالها بالدرهم 470 الف درهم مغربي بالنسبه للناس اللي كتبغي تبدل العمله ديالها. اذا عجبتكم ساهله تواصلوا معنا في هاد الارقام اللي كاينين على الشاشه، عطيونا الريفيرونس الرقم اللي كاين على الشاشه باش نجيبوكم تفيزيتيو هاد الشقه هادي. عندكم شقه للبيع او للكراء، دار مستقله تبيعوها او لا تكريوها كامله او لا تبيعوا كل ايطاج، تواصلوا معنا راه حنا كنتكلفوا بهذا الشيء. وبالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الحصري والجديد راه تخصصات تحت الطلب ديالكم، لاباج انستغرام غتلقاو سكرين شوت ديالها هنايا، فيها مقاطع من فيديوهات ديال شقق باقين يلاه تنزلوا حصريا فلاشين. تواصلوا معنا اذا بغيتو نصيفطوا لكم الفيديوهات كاملين، ثم تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير، وما تنساوش تدعموا هاد لاشين الرئيسيه باللايك، تبارطاجيوها مع الناس اللي كيعبغيو العقارات في طنجه او اللي باغيين ياخذوا غير افكار كيفاش يفرشوا الديور ديالهم. الى هنا نكونوا سالينا العقار اللي جات لكم في طنجه اليوم.